يسعد لي أوقاتكم أحبائي، ويا أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعمل كعك السوري المالح، واللي هو بيختلف عن حلويات العيد بطعمه المميز وبنكهته اللذيذة وبقوامه الهش، ورح أعمله بمقادير بسيطة وطريقة سهلة. يلا نتابع المقادير. عندي 7 كاسات من الطحين، حوالي كيلو، يعني كيلو طحين. رح أضيف عليه 1.25 كاسة من الزيت النباتي. هيا عم ضيف هلأ الكاسة، وبعدها رح ضيف كمان 1/4 كاسة، وبضيف كمان 1 كاسة من السمن. طبعا بحرارة الغرفة بدها تكون. هلأ بدي ضيف ملح، معلقة كبيرة من الملح. هذا كعكنا لأنه نوعه مالح فلازم تواجد فيه الملح. عندي حبة البركة كمان معلقة كبيرة، وعندي هدول بيعطونا هالنكهات الطيبة للنوع هذا، هو الشمرة، معلقة كبيرة من الشمرة المطحونة، ومعلقة كبيرة من اليانسون المطحون. وطبعا أنا هدولي طحنتهم فريش، يعني وقت اللي بدي حضر العجينة طحنتهم، كانوا حبوب وطحنتهم حتى يعطوا نكهة كتير قوية وريحة كتير حلوة بتطلع، أحسن ما أنه نجيبهم مطحونين، فبتكون نكهتهم كتير حلوة بتعطي طعم كتير لذيذ لهالكعك هاد. هلأ بحرك المقادير مع بعض ومع الطحين والزيت والسمن اللي حطيتهم، وبدي أفرك فرك حتى يتغلغل السمنة والزيت مع الطحين كله، لازم يفرك منيح. وهلأ بدي أضيف المي حتى أعجنه. أنا محضرة 1 كاسة مي بس ما بضيفها بفرد دفعة، على مراحل بضيفها، بضيفه وبعجن مثل ما شايفين هيك حتى أخذت معاي الكاسة كلها. وضفت كمان معلقة صغيرة من الكركم، هاي خياري اللي بيحب إنه يعطي لون أصفر للكعك هذا، وممكن اللي بيضيف كمان بحب يضيف صبغة كمان صفرة ممكن، حتى تعطي هيك تعطي لون حلو للعجينة. هلأ هيك بس صارت عندي جربتها إنه صارت تمسك بالإيد، وشان إذا حضرناها فخلص صارت جاهزة. هلأ ريحتها حوالي نص ساعة، بعدين بدي شكلها. طريقة التشكيل كتير سهلة، هو المتعارف عليه هو شكل الدائري، أكثر المتعارف عليه هو الدائري. فأول بدي أخذ قطعة بفركها بواسطة الإيد، بعدين هيك بعملها، لازم يعني تلتف هيك بشكل كويس، وبعمل بهالشكل هذا الدائري. هذا الشكل هو الأكثر شيء متعارف عليه لهالنوع هذا. وبتابع يعني بعمل القطع، بكون محضرة صينية حاطة فيها قليل من الزيت النباتي داهنتها، وبحط هالقطع عليها كل سهولة هيك بتنعمل. وممكن أعمل أشكال تانية، ممكن يعني الأشكال اللي بتحبوها ممكن أي أحد يتفنن فيها يعملها. عملت هالشكل هذا هيك مثل الجدلة، بهالشكل هذا. وهو لفه بالكفوف صعب، فأنا هون ما لبست الكفوف لأنه هو بده يعني لف منيح بالإيدين. وهي عملت هذا الشكل كمان، هذا كمان شكل حلو. وبصفهم بالصينية، بصينية الفرن، وراح أدخلهم على فرن محمي مسبقا لدرجة 180 من الأسفل والأعلى. ما بيطولوا، حوالي 7 دقائق أو 10 دقائق إن كترت يعني بياخدوا حتى يستووا. ومثل ما هي مثل ما شايفين بعد ما طلعتها من الصينية من الفرن، وبتركها حتى تبرد، وبخلي إنه تحافظ على لونها، اللون اللي طلع معاي اللون الأصفر، ما بخليها إنه تحمر كتير مثل ما شايفين
من الأسفل، من الأعلى والأسفل صارت، وهي كتير كتير هشة مثل ما شايفين هاي قطعة قدامكم، عم شوفيكم كيف قوامها كتير بتهر يعني، وبتدوب ذوبان بالدم لأنه الزيت والسمنة بيعطوا كتير قوام حلو لهالكعك هاد، وما بيطلع قاسي، وما حطيت فيه خميرة أو بيكنج باودر فما بيعطي أساوي أبداً مثل ما شايفين ما شاء الله. والنكهة وقت تطلع من الفرن روايح اليانسون والشمرة كتير كتير لذيذة، وبتمنى أنكم تجربوها، مقادير ناجحة وشكل بيطلع حلو، وطريقته ما أنا صعبة سواء بالعجينة أو التشكيل. فإذا عجبكم هالفيديو هاد بتمنى أنكم تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة اللي ما اشترك، وشكرا لحسن المتابعة.